يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ترون حفظكم الله ما يحيط بالأمة من الفتن وبخاصة طلبة العلم والهجوم على العلماء والدعاة، فهل من نصيحة وتوجيه لأبنائكم من طلبة العلم في هذا الأمر؟ نصيحتنا أن يستمروا في طلب العلم لأنها اشتدت الحاجة الآن إلى العلم، نوصيهم بطلب العلم ومواصلة طلب العلم والصبر على ذلك والإنكار لمن يقدر ينكر عليهم ويرد عليهم إذا كان يقدر على هذا. نعم.